هذا السائل أبو عبد الله يقول: أرجو من الشيخ الكريم الشيخ صالح أن يتحدث عن الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين، وخصوصا في أيام الشتاء، فنحن نذهب كثيرا إلى البراري ونقصر ونجمع الصلوات، فأرجو أن تتحدثوا في هذا الموضوع. نعم، المسح على الخفين يشترط في الخفين أن يكون ساترين للرجل، ساترين للرجلين من الكعبين وأسفل، سترا تاما لا يرى من ورائهما شيء من الرجل، هذا شرط. وكذلك أن يكون ثابتين على الرجلين حال المشي، لا يسقطان، إما بسبب ثباتهما بنفسهما، وإما بتثبيتهما بربطهما بشيء يثبتهما على الرجلين بحيث يمكن المشي فيهما عرفا. وكذلك يشترط أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، بعد أن يغسل رجليه يلبس الخفين، لا يغسل الرجل ثم يلبس الخف، ثم يغسل الثاني ويلبس الخف، هذا لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني بعدما كملت طهارة القدمين جميعا لبس الخفين عليه الصلاة والسلام. فمن شرط المس عليهما أن يلبسهما على طهارة بعد كمال الوضوء. وكذلك من أحكام الخفين ما المس على الخفين المدة، فالمقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها كما في الحديث. نعم.